ضيفنا لهذه الليلة أستاذ حبيب فياض، أستاذ الفلسفة السياسية. نحن عم نعيش جاهلية عالمية، ما عاد يعني لي على الإطلاق وقت لي مسؤول بالاتحاد الأوروبي يطلع يصرح. أي حقيقة صفع بها العالم عقب 7 أكتوبر؟ شفت مجازر صبرا وشتيلة بعيني. أنا مجرد ما أقول فلسطين خلص انقشع الحق. طوفان الأقصى أحرج المطبعين. أهمية المحور أنه ما لا يعرفه العدو عنه أكثر مما يعرفه. بنيامين نتنياهو أثبت أن إسرائيل دولة قابلة للزوال. السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله. بودكاست الميادين يأتيكم الاثنين الساعة 11 مساء بتوقيت القدس الشرقي.